من ضمن الأسئلة عاوز أعرف مرتبات الأخصائي الاجتماعي كام؟ أنا خريجة علم نفس بس اشتغلت في مدرسة خاصة أخصائي اجتماعي لمدة 3 سنوات، بداية الراتب كانت 1000 جنيه، بعد الزيادة وصلت ل 1400 جنيه، بس قعدت من الشغل بسبب ظروف، وحاليا معروض عليا الشغل ب1500 جنيه، مش عارفة المرتب ده طبيعي بسبب الغلاء ولا لأ. الكلام ده يعتبر مش أفضل حاجة كراتب للأسف. في مرتبات المدرسين بنسمع مرتبات كتيرة جدا بتبدأ من الرينج ده على أمل إنهم بيشتغلوا في الدروس، لكن أنت كأخصائي اجتماعي أنت مش هيكون بتدي دروس، فإلا طبعا لو هتدخل بقى في حتة علم النفس والكلام ده تديها، ولكن أغلبية الأماكن بتدي راتب قليل. فالكلام ده أنت ممكن تنزل بقى مراقبة في الامتحانات في المدارس الخاصة، ممكن تنزل شغل كنترول، ده غير شغلك طوال السنة من أنشطة مختلفة للمدرسة بالإضافة إلى الحالات الفردية والمشاكل، فالمرتب ممكن انه يزيد شوية، ولكن لازم انك تعرف بان للأسف مرتبات الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس قليلة جدا جدا، فنتمنى انها تزيد ولكن للأسف ده اللي موجود.